مثلا انا هفتح كده ده بعد ما خلصت الفلاشه خالص تمام وتاكد ان هي شغاله والدنيا ايه بيس وطلع الاس دبليو اف اتاكد منه والاس دبليو اف اتاكد ان كل ده شغال وكل حاجه 100% وهتيجي تقول له فايل كريب بروجكت وهتكريت البروجكت على ليكتشر 4 على ليكتشر بروجكت ده هتسميه مثلا فولدر لوحده مثلا هتعمل فولدر عشان اوفر ران هتسميه مثلا اي بي ايه مثلا اي بي اي دوت اكس اي تمام تقول له سيف ده فولدر ده هيبقى دوت اكس اي اهو تمام كده وهتاخده كات خلي بالك ما بتاخدوش لوحده انت بتاخده ومعاه ايه الباك جراوند لو معاه صور تانية اللي هو المفروض لو انت مديله صور تانية الباقي ما تبقى امبورت مش مشكله الباقي محطوط له امبورت خلاص جوه بس هو دي هي دي لازم تاخدها معاه وتحطهم في فولدر كات واسمي الفولدر ده اوتوران مثلا او اي حاجه جد دلوقتي احنا مش هنشكش في اوتوران تمام احط له كنترول في انا عايز اتاكد بس ان هو معتمد على الصوره فانا هغير اسم الصوره اهو راحت الصوره بقى كده صح هو معتمد على الايه على ان في هنا صوره طبعا احنا عندنا هنا ممكن تعمل سكيب بقى كيبورد عشان مش باينه يبقى لازم تحط معاه الصوره دي مهمه جدا 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 عشان عملها هنا لا سيبها حتى لو ما فيش حد بيفتح الفلاشه ويقعد يلعب في الحاجات اللي فيه كده بقى ايه الاكس ام بتاعك شغال وبياخد الايه الصوره ويحطها في الايه الخلفيه كلام جميل طيب انت خلصت الاكس اي سميته اي بي اي هتيجي تاخد تعمل ملف بسيط جدا يخلي لك الموضوع ده اوتوران وكمان يخلي لك الايقونه بتاعته اوتوران الملف ده تعمله ازاي هقول لك هنا مثلا دخلت هنا ليكتشر 3 هتخش على ليكتشر 3 بتاعت البروجكت بتاعت هنا اهو الملف ده هتيجي تعمل ملف النوت باد تعمل كده بص بقى ايه انت دلوقتي حطيت الاثنين دول جنب بعض تمام وهتيجي تعمل ملف كده وتقول له اسمه ايه اوتوران تمام دوت انفو ولازم يبقى كده اسمه دوت ران دوت انفو او دوت انفو تمام انفو اه وكده لازم شكله يتغير لا شكله ما اتغيرش ولازم شكله لما تكتبه دوت انفو شكله يتغير عندي بص انا عندي هنا عشان يبان معاك ال بص المفروض يبقى شكله عامل كده الامتداد فين بتاعه انت بتخش جوه الويندوز جوه الكنترول بانل فين الكنترول بانل؟ كنترول بانل هتقول له على الفولدرز اوبشنز هتقول له فيو هتقول له هيدن ام بي تي هيدن اكستنشن فور نون تايب هتقول له ابلاي هتقول له اوكي يبقى انك ابتديت كده كده ودخلت جوه اي ملف هتلاقي الامتدادات اتكتبت دوت انف صح انف بس انف بس اي ان اف تمام هنخش عليه هنخش على بتشوفوا ليكتشر 4 ليكتشر هنا اوتوران امسح ده بقى خالص ديليت وهنقول له نيو تكست تمام وهنسميه سيب بس سيب دوت دوت انف دي هنخش جوه وهنحط كده في الكلمتين دول بس هتقول له اوتوران امر ده تمام اوبن اسم الفلاشايه ايه اي بي اي الماوس مش مساعدني خالص بس لو هي كابيتال تبقى كابيتال يبقى اي بي اي تمام واحيانا انت عايز السدهايه من بره يبقى لها ايكون كده تقول له الايكون دي
تحط ايكون اسمها مثلا اي حاجه وتحطها جنبها يعني اللوجو مثلا انا في لوجو بره دلوقتي يعني. اللوجو مثلا معها بس لازم يبقى صغير كده ايكون صغير بقى صغيره كده شوف تبقى كام كده يعني تبقى مثلا 50 بكسل في 50 بكسل 50 في 50 انا محضر لك هنا ايكون على فكره ولو خدت على النت تجيب ايكونز بالهبل كمان تمام فانت تحضر الايكون دي وبعد كده ايه تسيب البتاع ده وتسميه ايه انف اوتو ران دوت انف اهو كده هتغير شكله تمام اوتو ران دوت انف بعد ما سميته اوتو ران دوت انفو المفروض يبقى في ايقونه كمان صح؟ اه انا الايقونه هناخدها برده من عندنا عشان ايه ما نقعدش ندور على ايقونه اهي مثلا دي فونت دوت اي ايكو دي ماشي؟ دي هتظهر فين؟ دي هتظهر بقى لما تيجي تحط السي دي يبقى مطرح سي دروم بقى لما يبقى شكلها سي دروم ويندوز بوك عندك اه تبان شكل اللوجو بتاع الشركه عندك هتخش هنا تحط في الاوتران وتحط الانفو دي هو بيدور عليها اه يبقى المفروض دلوقتي هي اسمها فونت دوت ايكو صح؟ يبقى جوه فونت دوت ايكو هي مكتوبه ايكون ايكو ايكون ده فوتوشوب عادي اللي هي جي ده الصوره دي لا هي امتدادها المفروض جي بي جي جي بي جي بس انا غيرت امتدادها وخليتها ايكون لازم عشان يعرف يقراها فوتوشوب من فوتوشوب ايكون او غيرها من هنا عادي انت بتسيبها في فوتوشوب بدل ما تسيبها جي بي جي بتسيبها ايكون ايكونز يعني تمام يبقى كده المفروض ايه بقى كده المفروض ان الملف ده الاربعه دول يتحرقوا على السي دي الاربعه دول يتحطوا على السي دي بيرن اوتو ران بيرن تمام وبعد كده لما تيجي تحط السي دي هيحصل اول حاجه الفلاش هيعمل يفتح فول سكرين عشان احنا حاطين جوه امر بالاكشنز كده فول سكرين وقبل ما يفتح السي دي هتحول شكلها تبقى ايه اللي هو الملف اللي هو محطوط عليه في حرف الايه ده تمام لو عايز تجربها بالباور ايزو بدل ما تقعد تحرق سيديهات وايه وتبوظها تقول له ايه تقول له باور ايزو تاخد كل ده كده تقول له رايت كليك باور ايزو تقول له اوتو ران ايه اد تو اوتو ران ايه داتا هيعمل لك ملف كده انت عندك الباور ايزو برده قافل شويه تمام عمل لك ملف اسمه ايه دي اي اي اوتو ران ده اللي المفروض بتحرقه على السيديهات خلي بالك ده بس بقى خلاص ان كل ده اتلمى بقى هنا اه تمام بس مش محطوط له ايمج عليه ما هو مش هبان لما تيجي تقول له رايت كليك وتيجي تقول له ماونت ايه ماونت درايف نمبر اوف درايف 1 وقول له بعد كده ماونت درايف على الدرايف ايه لما تيجي تقول له ماونت درايف على الدرايف ايه افتح كل على ايه المفروض على الايه دلوقتي انا مش عارف الجهاز هنا خلاص اهو على الدرايف يبقى في حاجه كده صح دبل كليك عليها بص اوتوماتيك الدبل كليك عليها مفيش بقى هو فاهم ان في اوتو رام والفلاش راح جام يديله فول سكرين والدنيا كلها شغاله يعني انا يعني لما اجي اعملها ما احرقش الثلاثه دول احرق ملف اللي هو الدي اي اي ده بس باور ايزو بس باور ايزو بس اه ان هو خد الثلاثه خد الاربعه او اي وات ايفر بقى افرض عندك ملف اسمه صور بس انا كده انا كده لان عمال ناخد ده بس ده مساحته تقريبا مساحه 4 ميجا ده بس اللي هاخده هتحرقه هو عندك بي في دي انا بي في دي او سي دي هاي مش شرط التاني يبقى عنده باور ايزو لا خلاص ما هو ده بتيجي تقول له رايت كليك كده اوبن باور ايزو بيرن يحرقها بس لازم تبقى حاطط السي دي اه بس مش ملوش علاقه بالباور ايزو ملوش علاقه بالباور ايزو بقى هو لما تيجي تفتح السي دي هتلاقي فيه الاربعه دول يعني بص كده المفروض ده احنا دلوقتي حرقنا السي دي لو عملت عليه دبل كليك مش هينفع عشان ده اوتو ران كده فانت بتعمل رايت كليك اوبن اهو تلاقي فيه الاربعه دول ولو حط الاسطوانه ده سواء السي دي او دي في دي سي دي او دي في دي نفس او فلاشه حتى لو حطيت فلاشه اتعمل بنفس او اوتو ران او اي شيء تاني اه مظبوط تمام خدت بقى الاسطوانه دي حاولت عايز اعمل منها 30 نسخه خلاص اكدرها اعملها بالباور ايزو بتاعها وخلاص ليه كبرت عشان هو اوتو ران يعني تاخد ده اه ما دلوقتي انا عملت اسطوانه ما هو بيدي لك هنا بيدي لك النمبر اوف كوبيز ما بس ان احنا ما عندناش يمكن في مكنه معينه عندهم بتعمل اسطوانه ما اعرفش بقى المكنه اللي بتعمل الاسطوانات دي هل هتعرف تقرا الاوتو ران ده ولا لا جرب على تلاقي واحده يعني بص انا دلوقتي انت هنا
انت خلاص عندك الملف اهو صح. وانت بتعمل ران هنا بيرن بتقول له انت عايز بيرن يقول لك كام سيدهاية 20 سيدهاية 100 سيدهاية واتيفر تمام. بص بقى هنا الايمج فايل صح ده ما هو عنده كده البيرن كذا الماكسيمم كذا مور سيتنج اهي نمبر اوف كوبيز حطها 10 سيدهات دوت اوت توصل ل 1000 اسطوانه. لا لو 1000 اسطوانه بقى هتستخدم الجهاز بتاعك ده اه تمام. لو 1000 اسطوانه هتستخدم الجهاز بتاعك ده بس هتجرب على سيدهاية هتطلع سيدهاية من هنا مظبوطه ومظبطه وخلاك قبل ما تحرق 1000 اسطوانه لازم تبقى انت متاكد اكشن سكريبت والفلاش آه. كل حاجه خلاص 1000 اسطوانه هتيجي تحرقها وهتبتدي تاني. لا اه انت هتعمل ايه؟ هتاكد الاكشن سكريبت شغال الفلاش شغال الاوتو ران شغال على السيدهاية اللي انت عملتها. اجرب على كذا جهاز على كذا جهاز على ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز اكس بي تجرب على كله. بعد كده مرحله الطباعه دي اخر مرحله بقى خلاص اتاكدت كله اتكل على الله واطبع الاكس سي دي تمام. وغالبا الجهاز ده هو عباره عن اسطوانات اضراب انا عارف هو بيبقى اسطوانات بعد كده بيخش وبعد كده يقعد يحرق وبعد كده بيشيل ويحطها تاني. يعني هو يعتمد كل 50 مع بعض ده ياخدها اوتران طبعا هي اوتران صح تمام اوكي تمام. ده هو ده كان اخر محاضرتنا ان شاء الله. وعايزك تعمل زي ما انا قلت لك كده براكتس كتير هوم ورك كتير جدا 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 قبل ما تسافر عشان خاطر